سلام على عسى الناس الكل بون اني 2018 وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. معكم فارس بن سويلح وفرحان برشا اللي قاعد نحكي معكم نتواصل معكم على الشانيل اليوتيوب اللي قاعدين تتابعوا فيها برشا فارس بن سويلح، ولا تدخلوا على www.kitab.org البلوج اللي نحكي فيه على الكتب اللي يعجبوني وساعات اللي ما يعجبونيش زاده، ولا على www.farisbensuilah.com. نقول لكم ان شاء الله في 2018 تحققوا كل الاحلام اللي تتمنوها، اي سورتو 2018 مازال فيه 364 يوم وكلكوزور. هذاك علاش انا متاكد اللي نتوما كان تحطوا لي زوبجيكتيف نتاعكم بطريقة سمارت تنجموا تخلطوا للأحلام نتاعكم الكل. جوستومون نحب نحكي لكم على حاجة مهمة برشا، بما أنهم برشا ناس يسألوا فيا على شانيل يوتيوب يخليوا لي كلكو كومنتير، وسؤال جاني مع عند نور الهدى اللي نسلم عليها برشا ونقولها كل عام وهي حية بخير، كيفاش نجم تلقى وقت باش تقرأ كتب وقت نحنا نسوم تريز اوكوبي؟ هي قالت بالضبط how to manage our time for reading when we are the busiest people in the world. انا نفهمك يا نور الهدى، بما انه الدنيا هذه نجريو الكل، نجريو على الخدمه، نجريو على القرايه، نجريو في الترانسبور بوبليك، نلوجو في حاجات اخرين يمكن باش نملي فراغات الوقت نتاعنا، لكن ماناش خالطين بما انه نتمناو انه عندنا 26 27 28 ساعه في النهار مش 24 ساعة كهو. قاعد نسمع برشا كلام في لي فورماسيون ولي سيسيون اللي يعطيهم لونتربريز يقولوا جيستيون دو تون. ما فماش حاجة اسمها جيستيون دو تون، فما حاجة اسمها جيستيون دي زاكتيفيتي دون لو تون، فما حاجة اسمها بريوريزي لي زاكتيفيتي دون لو تون، يعني لازم تعرف لي بريوريتي نتاعك الأولويات. ويقولوا انه فما ثلاثة أنواع من لي زاكتيفيتي، فما لي تاج بريمير نتاعنا اللي هما حاجات مهمة برشا 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 تفرق من شخص إلى آخر. عبد يخدم على الفيسبوك ان كوميونيتي مانجر، البريوريتي نتاعو فيسبوك. حد اخر عنده خدمه اخرى اداريه، الفيسبوك تولي له اون تاج تيرسيير وتاكل برشا وقت. على كل البريوريتي هذه نرجع عليها في كابسول اخرى نتاع كوتشينغ، اما المره هذه باش نحكي على حكايه قرايه الكتب. اسمعني نور، اسمعوني ناس الكل، قرايه الكتب سي اون اكتيفيتي، انت تقرر الاولويه نتاعها والدوغري نتاع لامبورطونس نتاعها في الاجندا نتاع نهارك، بما انه عندك برشا حاجات اي بوكو داكتيفيتي في النهار هذاك، برشا حاجات تنجم تنظمهم وتعوض يمكن الاكتيفيتي اللي هي تراها مش مهمه برشا باكتيفيتي نتاع قرايه، هكا تخلق اون نوفيل ابيتود باش تنجم ترجع تقرا الكتب. جوستومون خاطر كنا في الصغر نتاعنا هكا عطاونا قصه، عطاونا روايه صغيره باش نقراوها، لكن بعد جاونا برشا حاجات اخرين كلتنا الوقت ونسيتنا في قرايه الكتب. اول حاجه لازم تحب لو ديزير دو لير، مهمه برشا الحكايه هذه. اول حاجه لازم تحب الكتب، لازم تحب تقرا الليتيراتور ولا تقرا دي رومان ولا تقرا كتب تكنيك. كان ما تحبش زيد مش تفرض على روحك، خاطر هي اكتيفيتي ديبانويسمون، مش تحس روحك هكا متقلق اوبليجي باش تقرا كتاب. فما حتى حد اوبليجي باش يقرا كتاب ولا باش يمشي يعمل سبور ولا باش يعمل اكتيفيتي معينه، لازمك تحب. يسوفي حبيت نجمو تعداو الدوزيام ايتاب. الدوزيام ايتاب مهمه برشا بالنسبه لي انا، اللي هي ديسيدي، تقرر. لازمك تقرر، انت قاعد تسمع فيا تو لازمك تقرر باش تولي القراية متاع الكتب اون اكتيفيتي ريغوليير عندك في الاجندا. يسوفي خذيت الديسيزيون هذيك نتعداو وقتها للتخوازيام ايتاب، وهذا مهم ياسر في حياة الانسان بصفة عامة مش كان على قراية الكتب. الاختيار لو شوا، اي حاجة تعملها في الدنيا لازم تعمل فيها دي شوا، اي لو شوا دو لير مهم برشا. ولو شوا باش نشوفوه سور بليزيور ديمونسيون، الشوا انك باش تقرا، الشوا شنو هو باش تقرا، الشوا الثالث وقتاش باش تقرا، الشوا الرابع اصعب برشا، شنو هي الحاجه اللي باش تضحي بها في الاجندا نتاعك في النهار باش تعوضها بالقرايه نتاع الكتب. تقولي ما عنديش وقت، لا نقولك عندك وقت، اما حاطو في حاجات اخرى فما شويه تضحيات. وقت تعرفوا وقت اللي نحبوا ناخذوا قرار ونعملوا اختيار لازم نتحملوا مسؤوليه نتائج نتاع الاختيار هذا. تحمل مسؤوليه مهم برشا، لازمك تضحي. باش تضحي باش، انا بيرسونيلمون نقص في وقت فرش التلفزه، ما عادش تفرج في التلفزه برشا. اي جوستومون اسال روحك، هل اللي تتفرج فيه في التلفزه مهم برشا لحياتك؟ يبدل لك في حياتك؟ هل البلاتوات اللي تشوف فيهم يزيدوك حاجه وقت تصبح من غدوه تقوم تمشي تخدم باش تحكي على فلان وفلتان وعلى اللي شفته في البرنامج الفلاني في القناه الفلتانيه؟ هذا هو سؤال لازم تطرحه على روحك، شنو قاعد تشوف في التلفزة وشنو اللي قاعد تربح شنو اللي قاعد تخسر. انا اي حاجه في الدنيا هكا، شنو نربح شنو نخسر، شوف لونجو نتاعي وجو ديسيد ونعمل لو شوا نتاعي. نقص من التلفزة
على خاطر كان تبع لي تولك شو باغ اكزومبل عندنا في البرامج التونسيه ولا حتى في تلفاز اجنبيه، تتلقى الانفيتي تقريبا اون موين ما بين 15 دقيقه و 25 دقيقه في البلاتو. ال 25 دقيقه هذيك شنو ربحت شنو خسرت؟ اه الانفيتي هذا باش نضحي به اليوم باش نتفرج فيه وباش نقرا كتاب. تخيل في بالك كان كل يوم تضحي بانفيتي ولا تضحي بشطر حلقه نتاع مسلسل ولا بارتي صغيره من برنامجك المفضل ولا ماتش نتاع كره اي ميتون. المره هذه ماكش تفرج فيه ولا ماكش تفرج الماتش بالكل، لاخاطر الماتش ماهوش مهم ياسر في حياتك، نجم يكون مهم ما انت حر، اختياراتك قراراتك هي بين يديك. تضحي بالوقت هذاك يشوفي عملت اختيار وليت عندك اون اكتيفيتي كوتيديان. تروح من الدار كنت تتفرج في نعش الاخبار برشا وجيعة راس، تاو عنا دي نوتيفيكاسيون، تاو عنا دي زابونمون على دي سيت دانفورماسيون اللي نجمو يطحوك من حكاية انك تتفرج مدة 40 مينوت ولا 30 مينوت تتفرج في الجورنال تيليفيزي. هي اختيارات، يسوفي عملت الاختيار نتاعك، تو اشوازي باش باش تضحي، تو اشوازي وقتاش باش تقرا، وان بلوس تو اشوازي شنو هي الاكتيفيتي اللي باش تعوض لك ولا باش تعوضها القراية نتاع الكتب. لازم تعرف زيادة تختار شو تقرأ، هذا هو السؤال. على خاطر كان تمشي تقرأ حاجة انت ما تعجبكش مشكلة كبيرة ياسر، مشكلة كبيرة ياسر. تبقى لشي الليفر من الصفحة الأولى من السطر الأولاني، هو كو تدخل على جودريدز وتدخل على البلوك تفرج شوية في البوك تيوبينغ. بركال عندنا كوميونيتي في تونس تعمل كيف، خاصة فيهم دي بوك تيوبرز سونيا أمل أسماء برشا 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 أروى، نسلم عليهم الكل. تنجموا تفرجوا في الشين نتاعهم وتتفرجوا في لي ريكومونداسيون، شوف العباد اللي تتوقع عندك لي جو نتاعهم، خاطر كلها دي جو ليتيرير. انا مثلا نحب برشا كان فولات، حد يدخل يقول لي كان فولات او كتاب 1300 باج ما نجمش، ولا نحب برشا لي رومون هيستوريك سيانتيفيك، وشكون يحب الثريلر، وشكون يحب الرومانس. كل واحد وجو، شوف الجو نتاعك ديجا باش تختار احسن ليكتور بالنسبه ليك. هذا مهم برشا باش نجم تكون اكروشي. حاجه اخرى استوس صغيره في الاخر، تقولي ما عنديش وقت، نقول لك عندك يمكن 15 مينوت 20 مينوت في اخر النهار قبل ما تروح تنجم تقرا فيهم. تخيل كان كل يوم تنجم تقرا 20 دقيقه، 10 دقائق اقرا 10 دقائق، 10 دقائق تقريبا تنجم تقرا فيها ديزون اون ديزين دو باج. هاي باش نكونوا سمارت، اون ديزين دو باج على ليفر دو بوش، اون ديزين دو باج و ليفر دو بوش اون موين تلقاه 200 250 باج الرومان في 20 يوم في شهر تقرا كتاب. اي هاو عندك 12 كتاب في العام. دونك فما برشا دي سوليوشن تنجم تلقاهم. ترونسبور بوبليك كان تاخو في وقت معين، نعرف اللي الترين والمترو والكار في تونس ما يفرحوش برشا، ما يخليوكش تقرا بالنسبه للعباد، خاطر برشا دازين ولا تجري و tu n'es pas dans des bonnes conditions. متفاهمين؟ اما سوبوزون تبدا في دي كونديسيون باهين ولا طلعت في وقت مش وقت نتاع ذروه، تنجم تجبد الرومون تاعك ولا تجبد اون ليزوز الكترونيك وتقرا شويه، وهكا كان تعمل كوميول نتاع الدقائق اللي قريتهم نهار كامل، تلقى روحك قريت نص ساعه ولا قريت حتى ساعه، وساعه سافا تو بيرميتر باش تقرا دو رومون في الشهر ولا حتى تخوا رومون في الشهر، وهكا فريمون tu fais une moyenne intéressante. يا سيدي يا للا اقرا كتاب في الشهر، خذ وقتك باش تنجم تقريبا تلقى روحك ب 12 كتاب في اخر العام، حاجه مهمه برشا بالنسبه للباك جراوند نتاعك اتسيتيرا. يا سيدي باش نعمل ان فلوج اخر نحكي فيه علاش نقرا، خاطر ذا واي لو بوركوا مهم برشا. هنا قلت لك كيفاش تنجم تلقى شويه وقت باش تقرا. جوستومون نجمو تابعوا الشانيل هذايا فارس بن سويلح، نقول لكم مره اخرى كل عام وانتم حيين بخير، بون اني. تنحكي لكم زاده في فيديو اخرى شنو التشالنج نتاعي بالنسبه ل 2018 للكتب وحاجات اخرين، استناو دي فيديو اخرين. اي ميرسي بوكو الناس الكل، باي باي، صباح الخير، تشاو تشاو.